وعلى فكرة واضح جدا أحاديث كثيرة أخرى يروي الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: إني لأرجو أن أدرك عيسى ابن مريم. يعني ممكن المهدي والدجال كل هذا بسرعة بسرعة، ويطلع عيسى وأنا أسلم عليه: أخي هذا عيسى، فإن عجل بي الموت فمن أدركه منكم؟ يخاطبكم أنتم أم يخاطب أصحابه؟ طبعا أصحابه. لا تقول لي لا النبي قال منكم، يا سلام، وهذه تعم تعم. هو يقول لك أنا تقريبا سأدركه، لكن ممكن يعجل بي الموت، فإن عجل بي الموت فمن أدركه منكم فليقرئه مني السلام. يعني يجزم بأن أصحابه طبعا مثل حديث أنس في الصحيحين سيدركون المسيح. يا أخي هذا كذب، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على هذه الأحاديث التي تريد فعلا أن تسلخ هذه الأمة من دينها. تعرفون الحمد لله لطف من الله أن هذه الأمة في جمهورها ومعذرة والله العظيم لكل الناس جاهلة. أنا لا أفتري، معظم الأمة جاهلة. واحد يقول لك هذا في البخاري ومسلم، لأنه في حياته ما سمعه وفي حياته ما قرأ، لأن الأمة لا تقرأ أصلا، أمة لا تقرأ. لكن لو كانت تقرأ وتنقر وتفتش وتبحث، أنا أقول لكم كثير منها لكفر أي منذ حين، كما يلحد شبابنا الآن بدأوا يقرؤون فلسفة ودوكنز وتطور وتصميم ومش تصميم، بدأوا يلحدون لأن الخطاب بائس. ونفس الشيء بكرة يفتشون في البخاري ومسلم والأحاديث الصحيحة، يقول لك تفضل، مع الحكاية كلها كذب في كذب، كلها كذب في كذب في كذب. بعدين أحاديث الدجال وعيسى، متى ينزل عيسى؟ متى يظهر الدجال الملعون؟ بعد فتح القسطنطينية، والحديث واضح جدا 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 في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان، بيفتحوا القسطنطينية فبينما هم يقسمون الغنائم إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح، أي الدجال مسيخ الضلالة، إن المسيح قد خلفكم في أهلكم فيخرجون وهو باطل، حتى إذا أتوا الشام فهم، كل هذا في أيام في أسابيع، فهم يصطفون لملاقاة العدو إذ نزل المسيح ابن مريم والدجال موجود. وين يا بابا؟ القسطنطينية فتحت من 500 سنة، انتهينا. أي قسطنطينية وأي دجال وأي عيسى يعود؟ ما القصة هنا؟ في صحيح مسلم: قطع الله لسانك. إيه قطع الله لسانك؟ قطع الله عقلك. ليس لسان، ليس لك مخ، ليس لك عقل. حديث صحيح، واسمع التأويلات الفارغة من باب لعل ولعل، لعل ولعل لا تنفع إيش؟ في موضوع حديث أنس، في موضوع فليقرأه منه السلام. لكن في حديث القسطنطينية: لعل القسطنطينية تعود إلى الكفار. لا يا أخي، لا علل الله هذه اللعل، لا لبى الله هذا الرجاء، أقسم بالله يا أخي. قال ممكن هذا إسطنبول هذه ترجع للكفار مرة ثانية، ويرجع من أين لكم أنها تفتح مرتين وتغزى؟ ما الكلام الفارغ هذا؟ تكلفات باردة عجيبة من أجل تصحيح أحاديث لأنها في الصحاح، كأن النبي قطعا قالها، ما قالها ولا درى بها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فنعود، فقالوا الأحاديث من أجل الأحاديث. وحتى لا أنسى، أنا أقول لكم اضربوا كشحا أو ليتا بل كسوحا عن هذه الأحاديث فقط مرحليا لنصف ساعة، ثم اقرأوا الأدلة من كتاب الله وتوهموا خلو ذهنياتكم أذهانكم من هذه الأحاديث. ليس في كتاب الله آية واحدة أيها الإخوة تصرح بعودة المسيح، بل فيه آي وآي وسنن إلهية معبر عنها بلفظ رباني معجز بليغ بديع قاطع ماض أيها الإخوة، شاف كاف أنه مات كشأن إخوانه المرسلين. مش هو نبي؟ مش هو رسول؟ مش ماتوا من قبله وهو أيضا مات؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلن الطعام. قال زيه زيهم، مش ماتوا؟ الله قال هو مات كمان. ولذلك قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله. لا يا عدنان، يمكن الله قال إلا عيسى بن مريم، احنا لا نقرأ أمة جاهلة. لا ما قالش هذا، الله ما قالش. الرواة أبو فلان وأبو علان قالوا ابن مريم استثناء، الله ما قال استثناء، قال هذه سنة كونية، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. قال قد خلت من قبله الرسل، خلت انقرضت وبادت وفنيت، مثل ما فنت الرسل قبل عيسى فنيت الرسل قبل مين؟ قبل محمد. والمقصود هنا أصالة من بالذات؟ عيسى. هذه الآية إشارة إلى عيسى بالذات، ثم بعد ذلك إلى من قبل عيسى. لماذا؟ لأن أولى الأنبياء بعيسى محمد عليه السلام،
قال أنا أول الناس بابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. إذن أول واحد ينضوي تحت هذه الآية عيسى ابن مريم، خلا مات وفني. لذلك في العتبية كما قال علامة طه بن عاشور في التحية والتنوير، قال في جامع العتبية عن الإمام مؤسس المذهب مالك بن أنس رضوان الله عليه، قال مات عيسى عن 33 سنة. مات الله قال فلما توفيتني إني متوفيك قد خلت من قبله الرسل. مات، يقول ما الإمام مالك مات. على كل حال ما في علاقة يعني إيه لزومية بين أنه مات ولن إيه يعود. بعضهم يقول مات وسيعود، وبعضهم يقول مات ولن يعود. نحن مع الفريق الثاني، مات ولن يعود، وسوف نرى هذا قرآنيا. ثم احتجوا بأحاديث، أنا وقفت عليكم الآن لأن الجولان في ميدان تقييم هذه الأحاديث ومقارنتها وإبراز ما بينها من تعارض وتنافر وتشاكس وتخالف يطول جدا جدا، يحتاج إلى محاضرات، ولعلنا إن يسر الله نفعل هذا قريبا بإذن الله تعالى، ونتكلم عليه سندا ومتنا على أنها في الصحاح، بعضها في الصحاح، هذه المتخالفة المتشاكسة المتكاذبة والمكذبة أيضا لصريح كلام رب العالمين. أيها الإخوة، سنتحدث عنها وحدها، لكن أنا وقفت بكم عمدا عن قصد على بعض منها لكي تعلموا أيها الإخوة أنها من المحال أن تصح عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. تحدثنا أيها الراوي، لا أقول الرسول، أيها الراوي أيها المخرج، عن مسيح دجال وعن مسيح ابن مريم بعد فتح القسطنطينية. قد فتحت القسطنطينية، وين؟ ما في، يقتسمون الغنائم، أيام ما في أيام يظهر هذا وهذا. أين هذا؟ من أين أتيتم بهذه الأحاديث والمرويات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.